بروكسا مع الجهة اليسرى مدافع أيسر، رياشي في حراسة المرمى، هذا هو المدرب هيروتشي موفكو، بينما على الجانب الآخر كيفن ماسكوت، وأفضل لاعب جاء في تاريخ اليابان هذا لاعب كيسوكي وندا. الجولة الثانية لكأس الدوري في مناسبتين، ولم يحقق أي لقب من ألقاب الكؤوس المحلية، ولكنه فاز بالدوري أربعة الدوري الأسترالي في الموسم الماضي، ملبورن فيكتوري، الفريق اللي تأسس من 14 عام فقط، يابانية أسترالية في ملعب إيديون، ملعب فريق سانفريتش هيروشيما. فيلا مع كرة ملعوبة، هجمة للفريق الأسترالي، ممكن فرصة أولى والتسديدة أولى من هولندي ولاعب سيسكا موسكو ولاعب الميلان بتجربة مع باتشوكا. يا دونيسيكي هدف أول يأتي الآن لفريق سانفريتش هيروشيما بعد كرة عرضية رائعة جاءت من جانب اللاعب باتريك. يسجل فريق سانفريتش هيروشيما الهدف الأول في هذه المباراة تحت أنظار المدرب كيفن ماسك. إذن يتقدم الفريق صاحب الأرض بأول أهداف المباراة بعد تمرير رائع جاءت من جانب اللاعب البرازيلي باتريك. استلم عدى مر فات أرسل كرة عرضية بالبليمت مدافع أيسر، وبروكسام بيلعب كقلب دفاع رقم 6. جريفتو طبعا كمدير فني كيسوكي لكي يلعب مع بيلبورن فيكتوري صاحب 32 عام. بدأنا نشاهد طبعا فرق عراقية في هذه البطولة بعد ما تغير نظامها طبعا خارج الملعب إلى رمي التماس لصالة فريق سانفريتش هيروشيما. فوروكاوا هذه تسديدة من بعيد، وتوماس يا ولد يتألق توماس نعم الفريق الكوري الجنوبي، ولكن بعد ذلك هناك في كوريا الجنوبية الشوط الأول والفريق الياباني متقدم بهدف مقابل لا شيء، وهذه تسديدة مرت بعيدة إلى ركن يطلق عليه النصر العالمي، لأنه كان أول الفرق السعودية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بالخسارة في سيدني بهدف مقابل لا شيء، التعادل السلبي هناك في استاد الملك فهد البنيين في السنوات الأخيرة. لقب 2017 لأوراوا ريد دايموندز، الملعب طبعا هو صاحب الاستضافة لكأس العالم للأندية، وفي عام 2015 عند وادي دايكي يحصل على خطأ وركلة حرة. وتاري دايكي لاعب فريق سافريتشي، وتاري يتركها لصاحب الهدف إيغاشي أمام باتريك. مرت للفريق الياباني أراكي، تدخل قوي جدا من جانب اللاعب براون إلى دوناشي، يلعب دوناشي مع ليسيوتيس كثير من الدوري وبطل الجراند فينال ملبورن فيكتوري، ولدينا ايضا نيوكاسل جيت تويفولين يهرب من منطقة الجزاء. اولا لابد ان يتمركز داخل منطقة الجزاء اللاعب السويدي اولا تويفولين مع بي اس في ايندهوفن، كان واحد من هدافي الدوري الهولندي، بينما على الجانب الاخر في الفريق الاسترالي يتواجد اكتون حارس بديل اتيو سجل عليه هدف. هذه كره خطيره فرصه للتعادل والحكم علي والتمريره لبراون، يلعب كره عرضيه اين انت يا اولى، تشتيت وابعاد براس في اللحظه الاخيره من جانب اللاعب المميز وادا، تغطيه حاضره اراكي غير اتجاه اللاعب اراكي لشينيزو صاحب الهدف للقائد شينيزو، وأصبحت لدوريات المحترفين ملعب، لكن تقطع من جانب براون، يلعب براون لأولى تيفونين أولى طبعا للبلد المستضيف للبطولة المركز الخامس في نسخة 2012 سانفريتش هيروشيما. هذه من جديد تسديدة مرت إلى خارج المرمى، ركلة ترتيب طبعا في هذا الوقت للأندية اليابانية الوصول للمرمى 14. محاولة تأتي الآن من جديد، وكرة بالعرض ملعوبة، المباراة طبعا على ملعب الهلال. هذه كرة مرت إلى خارج الملعب، هذه كرة تقطع من جديد مرت إلى خارج الملعب، ولكن فيها خطأ وركلة حرة على كيس بغداد بنجاح، وكان السد من أبرز الفرق المرشحة لنيل لقب البطولة في النسخة الماضية. عمر الشوط الأول، ولا تزال النتيجة تقدم للفريق الياباني
بهدف مقابل لا شيء. كيسوكي هو اللي حيسدد مع تيفونين. تيفونين سدد فين يا تيفونين؟ مروه فرصه الان. باتريك 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 يريد خطا مره الكره. حكم المباراه اتاح الفرصه والعرضيه عاد فارق التوقيت 8 ساعات ما بين طبعا توقيت طوكيو المرمى. وسجل هدف على الجهه اليسرى لبراون. كوري براون لاعب كره في الامام لراول باينا لاعب الاسباني بيلعب كره طويله في الامام. وادي ضربه راس ومحاوله وتغطيه حاضره ولكن صافره. علي صباح تضع حد الان لوقت هذا الشوط. الشوط الاول وهو الشوط الثاني يبدا الان بصافره من الحكم الدولي العراقي علي صباح المدرب الياباني لفريق سانفريتش هيروشيما. سانفريتش اللي خسر في الجوله الاولى. ينزل بدرا من هيجاشي صاحب الهدف. لدينا السويدي اخر مروكس. كيسوكي اوندا في الامام. مرت الكره بعيده عن كيسوكي اوندا. تمريره في الامام من جانب اللاعب براون. يكسب من خلال البوبرا فريق الاسترالي لنسبة استحواذه حتى الان وصلت لاكثر من 66%. لصار الفريق الاسترالي على الجهه اليسرى. عرضيه وابعاد من حل. وفي اللحظه الاخيره تدخل ياتي من جانب وادا. منع هدف اكيد وادا. من جديد كره على الجهه اليسرى. هاتوا خد سقوط. لاعب الياباني كيسوكي يوندا. كيسوكي يوندا يلعب كره عاليه ضربه راس على الدفاع. الهجمه من جديد لراؤول باينا. راؤول وسقط راؤول داخل منطقه الجزاء. البورن فيكتوري تستمر محاولات بالبورن فيكتوري من اجل ادراك هدف التعادل. كره تتبع الفريق اللي بيعتمد على الهجمات المرتده الان ومنذ تسجيله. مرة أخرى من جديد طلاقة تأتي على الجهة اليسرى وتمريرة ومحاولة لكرة عرضية. هوندا هوندا عدى هوندا يلعب كرة عرضية على القائم البعيد. إبعاد ضربة رأس من اليسرى لشيميزو. شيميزو القائد. شيميزو على مرتين. شيميزو هيلعبها عالية على القائم البعيد. رأسية من باتريك مرت إلى كرة وصلت على توخد. هوندا انطلق. هوندا اخترق. هوندا هوندا التسديد. هوندا يا هوندا روعة. بين جديد في الأمام. تمريرة لباتريك. باتريك وهذه كرة عرضية. الركنية هل تأتي بالهدف الثاني للفريق الياباني؟ رأسية مرت الكرة من هذا اللاعب البرازيلي. باتريك باتريك مرة الكرة في الأمام وهذه فرات فرصة جول. لا 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 للمتقدم الان خطيره فرصه. وقت الامبراطور في اليابان وخسر في المرات الخمسه التي وصل فيها المباراه النهائيه. الان نبطل البلد المستضيف للبطوله. خطيره تصويبه وحرياشي او ناكاباياشي. السلام يا ناكاباياشي. انقاذ مميز من جانب يلعب كره عاليه على القائم البعيد. ضربة رأس وكرة مرت إلى خارج الملعب إلى رجل ركن استرالي. وصارت اليوم الفريق الاسترالي تعلن أن الفريق سيلقى صعوبات. هوندا تحت الضغط. مر الكرة على الجهة اليسرى. خطيرة. براون يلعب كرة عرضية لفريق سانفريتش هيروشيما بهدف مقابل لا شيء. هذه محاولة من جديد. كرة عرضية خطيرة. جول يفعلها هوندا ويعاقب الفريق الياباني بهدف التعادل وهدف بنفس طريقة هدف سانفريتش هيروشيما من عرضية من الجهة اليمنى. والقادم من الخلف كيسوكي هوندا بدون رقابة يضع الكرة في الشباك بالقدم اليسرى لتصبح النتيجة 1-1. هوندا يسجل في شباك الفريق الياباني. وادي هوندا يعاقب الفريق الياباني بهذا الهدف. كرة من جديد في الأمام لكن في رايه وتسلل. من جديد محاوله وكره تبعد
إلى خارج الملعب إلى رمي التماس. هذه هوندا هيروكي ميزوموتو. ميزوموتو يترك مكانه بعد ما ترك أيضا على الجهة اليسرى الآن محاولة مرور من جانب اللاعب شيميزو. الفائدي أخذ خطأ وركلة حرة. كارل فاليري هذه محاولة من جديد والتصويب ريسان فريتشي في الأمام خطيرة. فرصة باتري جول يا ولد يا لورانس البحث عن حل هجومي ومحاولة خطف هدف في هذه الدقائق. هاتوخد وادا يلعب تمريرة سافريتش هيروشيما في خطأ وركلة حرة لفريق سافريتش هيروشيما. سيبلي طبعا عن طريق كوانزو إيفرغراندي لمصلحة فريق ملبورن فيكتوري. عرضية وادي رأسية للاعب البديل أوتسودا. وادي عرضية رأسية جول 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 لسافريتش هيروشيما قبل خمس دقائق على نهاية زمن الوقت الأصلي. سافريتش يعاود التقدم في النتيجة من جديد بهدف من ضربة رأس مباغتة بعد عرضية جاءت من الجهة اليسرى عن طريق